مساء الخير على حضراتكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هناخد محاضرة هنكمل بيها الجزء الشابتر بتاعنا اللي هي المتعلق بالميرجرز اند اكوزيشنز. طبعا احنا في المحاضرات السابقة اخذنا طبعا الكونسوليديشن وخدنا بروبلمز طبعا كتير عن الكونسوليديشن بالانس شيت، وفهمنا يعني what is the meaning of consolidation. المحاضرة السابقة أخذنا problem عن ال acquisition وفهمنا what is the meaning of acquisition. النهاردة إن شاء الله هناخد ال merger وهنفهم يعني إيه what is the meaning of merger، ونفهم إيه معناه ونطبق عليها case study علشان تبقى الصورة بالنسبة لنا تبقى إيه، تبقى واضحة. أول حاجة طبعا دلوقتي بعد إذن حضراتكم عايزين نفهم what is the meaning of merger. قال لك الميرجر عبارة عن إيه؟ قال لك in a merger the boards of directors for two companies approve the combination and seek shareholders approval. Again يبقى what is the meaning of a merger. In a merger the boards of directors for two companies approve the combination and seek shareholders approval. After the merger, the acquired company ceases to exist and becomes part of the acquiring company. يعني هو بيقول لسيادتك ان في عملية الدمج ده عبارة عن ان بيوافق مجلس ادارة شركتين على الاندماج وبيطلب موافقة المساهمين بعد الاندماج، وبتنتهي الشركة المكتسبة ودي بتصبح جزء من الشركة المستحوذة. طيب نقرا برضو مع بعض، او ممكن او اقول لكم another definition what is the meaning of a merger. بيقول لسيادتك ان الميرجر عباره برضو عن occurs when one corporation takes over all the operations of another business entity and that entity is dissolved. Again what is the meaning of a merger. Occurs when one corporation takes over all the operations of another business entity and that entity is dissolved. قال لك بيحدث الاندماج لما بيحصل عندما تتولى احدى الشركات جميع عمليات كيان تجاري اخر ويتم حل هذا الايه الكيان، يعني شركتين وبيندمجوا مع بعض. وتعالى نشوف مع بعض ايه بروبلم على الميرجر، والصوره هتبقى معانا هتبقى اوضح اكتر لما نيجي نطبق مع بعض ايه بروبلم من خلال مساله اللي هي عن الميرجر. طبعا اهو طبعا موجود عند سيادتك في الكتاب في شابتر 7. مسألة هو كيس ستادي عن الميرجينج، هنقرا مع بعض البروبلم دي، نقرا مع بعض الكيس ستادي دي ونشوف هو طالب من سيادتك ايه. بيقول لك ان هي بالنسبة للبروبلم اللي واضحة قدام حضراتكم على الشاشة، بيقول لك ان هي the following are balance sheets for the Manhur and Makkah companies. For textiles the two firms decided to merge under a new name DM company. بيقول لك ان هما مدي لسيادتك you have to balance sheets، ماشي، شركة اسمها شركة دمنهور والشركة التانية اللي هي شركة مكة. وبيقول لك ان هو لصناعة الغزل والنسيج for textiles، وقال لك the two firms قرروا طبعا the two firms decided قرروا to merge ان هما يندمجوا under a new name تحت اسم الشركة الجديدة اللي هي DM company. طبعا ادي هو سيادتك الظاهره قدامك على الشاشه، طبعا دي البالانس شيت بتاع شركه دمنهور ودي البالانس شيت بتاع شركه مكه، ومدي شويه ومدي لحضرتك شويه موديفيكيشن متعلقه بالميرجنج تيرمز متعلقه بالدمنهور كومباني ومكه كومباني، وطالب من سيادتك في ريكوايرد بريبير ذا ميرجنج اكونتس اند دي ام اللي هي دمنهور اند مكه اوبننج بالانس شيت. يبقى اجين يبقى عند حضرتك هنا في البروبلم اللي هي ظاهرة عند حضرتك على الشاشة، بيقول لك ان هو مدي لسيادتك تو بالانس شيت، وفي الاخر عايزين في الاخر هو طالب من سيادتك ان هي هتبقى بالانس شيت واحدة، دي بالانس شيت خاصة بشركة دمنهور ودي انذر بالانس شيت فور مكة كومباني، ومدي شوية ومدي لحضرتك ميرجنج تيرمز شوية اديشنال داتا متعلقة بالميرجنج اللي هي ريليتد باي دمنهور كومباني اند ريليتد باي مكة كومباني. فهو طالب من سيادتك في required prepare the merging accounts and دمنهور and مكه opening balance sheet. يقول لك الشركه الجديده اللي هي دي ام، هو طالب من سيادتك ان انت حضرتك تعمل opening balance sheet تبقى balance sheet واحده. طبعا ازاي؟ طبعا ادي اهو البروبلم، هو طبعا ادي الكيس ستادي اللي ظاهر عند حضرتك على الايه على الشاشه. طيب هنحلها بقى ازاي مع بعض؟ اول حاجه طبعا في الايه في السوليوشن نمبر 1، طبعا اول حاجه عايزين نشوف الكابيتال الايه الكابيتال بالنسبه للشركتين مع بعض هيبقوا كام بعد عمليه الاندماج اللي هي دمنهور ومكه، دي اللي هي دمنهور وام مكه. يبقى نمبر 1 في السوليوشن هتقول دي ام،
طبعا الكابيتال، طبعا الكابيتال عند سيادتك كام اصلا؟ هو مديها مدي لسيادتك اهو، مدي لك في الاديشنال انفورميشن، بيقول لسيادتك ان لما هتبقى راس المال الجديده بالنسبه بعد عمليه الاندماج افتر ذا ميرجنج اللي هي دي ام كابيتال ويل بي كام 400,000 ايجيبشن باوند ديستريبيوتد ايكوالي اون بارتنرز. يعني هو بيقول لك ان الكابيتال دلوقتي هتصبح كام؟ 400,000 400,000 ايجيبشن باوند هيتوزعوا ديستريبيوتد ايكوالي اون بارتنرز. هو حضرتك انت عندك يو هاف ويتش بارتنرز بالنسبه للشركتين؟ ضمنهور كومباني، حضرتك انت هو عنده كام بارتنر؟ يو هاف طبعا ايه؟ تو بارتنر اي وبي. وبالنسبه لمكه كومباني عنده كام بارتنر؟ برضه تو بارتنر اكس وواي. يبقى كده في الحاله دي بحضرتك بالنسبه للشركه الجديده هيكون هم اساسا هيبقوا كام بارتنرز؟ هيبقى عندك يو هاف فور بارتنرز اللي هم اي وبي وسي واكس وواي. طبعا ايه هم الاربعه المفروض الكابيتال بتاعتهم دي ام الشركه الجديده المفروض اللي هم هي بعد عمليه الاندماج افتر ذا ميرجنج هتبقى الكابيتال بتاعتهم كام؟ 400,000 هيتوزعوا باي ايكوالي. طبعا هيبقى ايه ديفايدد باي، يبقى عشان تتوزعوا باي ايكوالي هيبقى عباره عن انت هتجيب الكابيتال ديفايدد باي البارتنرز. عندك الكابيتال كام اللي هو طبعا الجديده طبعا اللي هو افتر ذا ميرجنج اللي هي 4000 ايجيبشن باوندز ديفايدد باي البارتنرز اللي حضرتك انت عندك كام بارتنرز؟ عندك 4 هتبقى ديفايدد باي 4. يعني هو المفروض كل ايه ايتش بارتنر هيدخل بكام؟ كل واحد هيدخل بكام؟ ب 100,000 ايجيبشن باوندز فور ايتش بارتنر. يعني لكل ايتش بارتنر طبعا فور ايتش بارتنر هيدخل بكام؟ ب 100,000 ايجيبشن باوندز. طيب تاني خطوه طبعا السكند ستيب بالنسبه للسوليوشن عايز اطلع البرسنتج اوف بارتنرز ماشي ان اونرز ايكويتي. عايز اطلع البرسنتج، هتطلع البرسنتج ازاي؟ طبعا اهي طبعا انا هقول لسيادتك ان البرسنتج هتطلع ازاي. بيقول لك عايز تطلع بقى الايه النسبه المئويه البرسنتج اوف بارتنرز ان اونرز ايكويتي. هو بيقول لسيادتك انت عندك كام بارتنرز؟ قال لك عندك اي وبي واكس وواي. طيب هو ايه اساسا في هنمسك الشركه الاولانيه ضمنهور عندك اي وبي، ايه الكابيتال بتاعه كان كام؟ 90,000. وبي الكابيتال بتاعه كام؟ 60,000. ادي اهو سيادتك ظاهر عند الشاشه اهو عند حضرتك ايه المفروض داخل ب 90,000 وبي داخل بكام؟ ب 60,000. طيب بالنسبه للشركه الثانيه مكه عندك اكس وواي، اكس داخل بكام؟ 100,000 وواي 60,000. اهو اكس داخل ب 100,000 وواي داخل بكام؟ ب 60,000. عايزين نوزع النسبة بتاعتهم، يعني هو عايز يعرف البرسنتج هيكون بنسبة كام لكام، ماشي بالنسبة لـ A و B، بالنسبة لـ A و B، ونفس القصة بالنسبة لـ X و Y، عشان تحولها لريشيو، طبعًا المبالغ اللي قدام عند حضرتك اللي على الشاشة، طبعًا هي عايزة تتحول لريشيو، هتتحول لريشيو إزاي؟ طبعًا سهلة جدًا وما فيهاش أدنى مشكلة، حضرتك هتجيب الكالكوليتور، تمام؟ دقيقة واحدة. عشان نبقى مع بعض خطوات خطوة خطوة. طبعا ايه هنجيب الكالكوليتر اهو قدام سيادتك. المبلغ اللي قدامك ده عايزين نعملها حضرتك ترانسفير، طبعا ايه تحولها لايه؟ you need to make the transfer for the ratios. ازاي بقى؟ اهو حضرتك هتاخد ال 90 plus 60 هيطلع معاك كام؟ equal كام؟ 150. يبقى حضرتك دلوقتي هناخد الايه؟ طبعا ايه 90,000 to ايه 60,000. عايزين حضرتك يبقى هنجمع ايه بقى ال 90,000 بلس ال 60,000 عشان تتحول لريشيو. يبقى ال 90 بلس 60 يبقى ايكوال كام؟ 150. هنمسك الاولانيه يبقى هناخد ال 90,000 ديفايدد باي 150 التوتال بتاعته هيطلع كام؟ هيطلع كام اللي هتتحول الريشيو بتاعتها بنسبه كام؟ 3 اوفر 5. يبقى 3 اوفر 5 ده هتتحول بشكل ريشيو. طب اللي بعدها ها هنعملها ازاي؟ هتاخد برضو نفس الكلام 60,000 divided by 150 يبقى ايه؟ equal كام؟ 2 over 5. يبقى حضرتك دلوقتي يبقى كده احنا حولنا الايه؟ المبالغ اللي طبعا اللي ظاهره عند حضرتك على الشاشه لشكل طبعا الايه؟ الريشيو، لشكل percentage of partners in owner's equity، ان هو هتتحول بالنسبه المئويه لكل بارتنر هيدخل بقد ايه من خلال راس ماله؟ هنا داخل بنسبه كام؟ 3 over 5 والتاني 2 over 5.
طيب اللي بعده بالنسبة لـ X و Y، الشركة التانية اللي هي شركة مكة، طبعا نفس القصة. أنت عندك طبعا X داخل بكام؟ ب 100,000 و Y داخل بكام؟ ب 60,000، يبقى التوتال كام؟ 160. يبقى هتحسبها إزاي؟ هتاخد أول واحدة، هتاخد الـ 100 ماشي، وهتقسمها طبعا بالكالكوليتور divided by التوتال. التوتال بتاعهم كام؟ 160,000. يبقى التوتال كام؟ 5 over 8. اللي بعده 60,000 divided by 160,000 equal كام؟ 3 over 8. يبقى كل واحد داخل بنسبة كام؟ بالنسبة المئوية percentage of partners in owners equity 5 over 8 بالنسبة ل 4x partner، أما بالنسبة ل y كام؟ 3 over a 3 over 8. نمبر 3 الستيب الثالثه، طبعا هنعمل حاجه اسمها ري ايفالويشن تيبل. طبعا هو في شويه موديفيكيشن طالب من سيادتك ان حضرتك تعملها قبل ما تشتغل في شغل الايه الميرجنج بتاعه الايه لما الشركتين قبل ما يندمجوا مع بعض. فهو بيقول لسيادتك ان بالنسبه للاديشنال داتا في الميرجنج تيرمز، في عندك يو هاف تو كومبانيز دمنهور ومكه، فهو محتاج لسيادتك ان احنا نعمل ري ايفالويشن بالنسبه للاسيتس اللي موجوده للبالانس شيت اللي هو مديها لسيادتك. ان بيقول لك ان شركه بلان ان اساسا شركه دمنهور كومباني مدي لسيادتك البالانس شيت. فجبت طبعا رحت انا قدرت بعض الحاجات خلاص في الاسيتس اللي موجوده، جبت خبير وقدر الايه الاسيتس اللي موجوده، عمل ري ايفالويشن من خلال الاسيتس اللي موجوده بالنسبه لدمنهور كومباني، ونفس القصه بالنسبه لمكه كومباني. نبتدي اول حاجه بدمنهور كومباني. بيقول سيادتك ايه اول حاجه؟ نمبر 1 بيقول لك حصل انكريز لاند باي 50%، increase land by 50%، ان حصل زياده في اللاند بكام؟ باي 50%. يبقى عندك اللاند كام اساسا في شركة دمنهور؟ 60,000. طبعا زادت بنسبة كام؟ 50%. يبقى هو طبعا يبقى حضرتك هتعمل schedule tables، طبعا هتعمل re-evaluation table، هتقول items، هتكتب البوك فاليو اللي هي القيمة الموجودة عند سيادتك في البالانس شيت، وهتقول ان هي profit او loss ازاي، وبعد كده هتطلع new value القيمة الايه القيمة الجديدة. تمام. هو بيقول لسيادتك هو اللاند اساسا بالنسبة لدمنهور كانت كام؟ ب 60,000. طبعا احنا ليه خدنا اللاند بتاع دمنهور؟ عشان هو بدأ دلوقتي اول حاجة بالنسبة لمين؟ دمنهور. نمبر 1 قال لك حصل increase land by كام؟ by 50%. اهي increase by land 50%، يبقى هتاخد 60,000 multiply 50%، يبقى 50 over 100 هيطلع كام الرقم؟ هيطلع اهو الرقم، اهو سيادتك اهو الاجابة اهي واضحة تحت اهو اللاند. طبعا حصل زيادة 50% من المبلغ، يبقى كام؟ 60,000 multiply 50% اللي هي 50 over 100 equal كام؟ 30,000. يبقى كده في الحالة دي حصل increase ولا decrease؟ ده كده حصل increase، عشان هو قايل لك اساسا في المسألة ان هي increase، ولما بيحصل معاك increase في الاسيتس كده معناه بيعتبر profit ولا loss بالنسبة للشركة؟ profit، ان اي حاجة لما بيحصل increase the assets profit، لما بيحصل معاك decrease in assets بتبقى buy loss. هنا حصل increase in assets، يبقى طبعا ايه هيسمى عندك في الايه في البروفيت بكامل فرق الزياده اللي حصلت 30,000. يبقى كده النيو فاليو هيبقى كام؟ 60 بلس 30 ايكوال كام؟ 90. صح، يبقى ده يعتبر النيو فاليو بتاعتنا. طبعا هنا طبعا البروفيت ان انا بعمل لها سم ايه بتجمع، اما اللوس بتعمل لها ايه ديدكتد بتطرح عشان تطلع النيو فاليو. طيب اللي بعده نمبر 2، نمبر 2 بيقول لك هنا حصل ديكريز بالنسبه للبيلدينج باي 20%، حصل معاك ديكريز بيلدينج باي 20%. البيلدينج كام عند سيادتك في شركه دمنهور؟ البيلدينج 45,000. حصل طبعا ديكريز بكام؟ باي 20%. يبقى اهو يبقى هتقول ان هو في البيلدينج عندك 45,000 multiply 20% equal 9,000. هنا حصل هنا increase ولا decrease؟ لا ده هو قايل لي هنا كام؟ قايل لي هنا على انه ايه decrease، قلت اهي حصل decrease. ولما يحصل decrease in assets كده هيسمى عندك على انه profit ولا loss؟ loss. بكام اهو؟ بكام اللوس اللي حصل؟ حصل decrease بالنسبه للبيلدينج بكام؟ ب 9,000. هو طبعا قايل لك هنا البيلدينج بكام؟ البوك فاليو 45,000، حصل loss ب 9,000، يبقى كده new value هيبقى كام؟ يبقى 45 minus 9 equal كام؟ 60.
36. ده النيو فاليو بالنسبه للبيلدنج. وزي ما قلت لسيادتك ان البروفيت بعمل لها سم واللوس بتعمل لها ايه ديدكتد. طيب ندخل على اللي بعده. هنا باخر ايتم بالنسبه للري ايفالويشن لدمنهور كومباني بيقول لك ان حصل هنا انكريز ان جودز اور انفنتوري 25%. هو الانفنتوري كام عندك اساسا؟ هو مديها لك اهو لشركه دمنهور الانفنتوري او في الكرنت اسيتس 36000. طبعا هضربها في مالتيبلاي اللي هي كام. حصل زياده عندك انكريز ان انفنتوري 25%. يعني 25% اللي هي عباره عن ذات مينز 25 اوفر ايه اوفر 100 اهي. يبقى بالنسبه للجودز اور انفنتوري 36000 مالتيبلاي 25% طبعا 25% هيطلع معاك ايكوال كام 9000. ال 9000 كده في الحاله دي حصل معاك انكريز في الانفنتوري. ولما بيحصل معاك انكريز في الانفنتوري اهو كده حصل معاك انكريز في الانفنتوري يبقى كده يعتبر بروفيت ولا لوس؟ كده هيسمى عندك ان هي ايه بروفيت بكام؟ ب 9000. يبقى عندك هنا الانفنتوري 36 حصل فيه بروفيت لما حصل معاك انكريز ان ذا انفنتوري بكام؟ ب 9000. يبقى التوتال بتاع النيو فاليو كام؟ 36 بلس 9 ايكوال 45. كده احنا خلصنا شركه دمنهور. فحضرتك بتشد خط خلاص بنشد لاين ان انت خلصت الاول ري ايفالويشن اللي هي متعلقه بمين؟ بشركه دمنهور. طب ندخل على شركه مكه. قايل لك حاجه عن ان حصل فيه ري ايفالويشن؟ اه قايل لك ان الانفنتوري ار ديكريزد قلت تو كام 80000 ايجيبشن باوندز. ان الانفنتوري قلت لكام؟ ل 80000 اهو. هنكتب هنا هنشد خط هنكتب بقى هنا الانفنتوري اللي هي خاصه بشركه مين؟ مكه كومباني. مكه كومباني انت عندك الانفنتوري كام مظهر عند حضرتك في البالانس شيت في جيفن مديها لك اصلا في المساله الانفنتوري بكام عندك 112000 اهي 112000. هنا في الحاله دي هنا وبيقل قايل لك ان حصل في الانفنتوري حصل ايه ديكريزد اهي. الانفنتوري هنا بالنسبه لمكه حصل له ديكريزد قلت. فلما بيحصل ديكريزد كده في الحاله دي ان اسيتس هتبقى بروفيت ولا لوس؟ لوس. بكام الفرق بقى ما بين ال 80000 وال 112؟ الديفرنس بتوين ذم الفرق ما بينهم وان هو بيقول لك ان الانفنتوري هو كان هو مسجل عنده في البالانس شيت البوك فاليو بتاعه كام 112000 وهو بيقول لك هي وصلت لكام ل 80000. يبقى الفرق كام الديفرنس بتوين ذم اهو. يبقى الفرق اللي حصل الفرق الديفرنس بتوين ذم كام 32000 ايجيبشن باوندز. كده في الحاله دي لما بيحصل ديكريز ان اسيتس اور ديكريز ان ذا انفنتوري يبقى ذيس از ايه لوس. طبعا لو انت اخدت ال 112 ماينس ال 32 هيطلع معاك ايكوال كام 80000. طبعا ده سيادتك هو اللي ظاهر. طبعا ده يعتبر النيو فاليو بتاع الانفنتوري بتاع ايه مكه كومباني. فهو طبعا اهي طبعا عشان بتتحسب ازاي الجودز او الانفنتوري خد ال 100 12 minus 80000 equal 32000. وطبعا ده حصل له ان هي decreased. فبالتالي لما بيحصل decreased طبعا معناه ان انت بتعملها ايه deducted. طبعا انا ليه بقول ليه طرحناه من 80 عشان هو قايل لك لسيادتك في المسألة اصلا ان الانفنتوري قلت are decreased to 80000. يعني بيقول لك ان الانفنتوري قلت وبقت وصلت لكام 80000 80000 وهي اساسا في الاساس كانت كام 112 112 وصلت لكام ل 80000. يبقى الفرق ما بينهم الديفرنس بتوين ذم ده يعتبر اللوس بالنسبه لك اللي هو كام المبلغ 32000 ايجيبشن باوندز. يبقى كده حضرتك نمبر 3 عملت الري ايفالويشن تيبل. وطبعا عملت الري ايفالويشن بالنسبه لدمنهور كومباني وبالنسبه لمكه كومباني. طيب الخطوه الرابعه حضرتك هنعمل ري ايفالويشن اكاونتس فور دمنهور كومباني. حضرتك بقى محتاج ان حضرتك تعمل ري ايفالويشن اكاونت على شكل تي اكاونت بالنسبه لشركه دمنهور كومباني. حضرتك بتعمل تي اكاونت عباره عن ديبت وكريدت وبتكتب ري ايفالويشن الاكاونت بتاعك ايه اللي هي ايه ديفايدد سي اللي هي بنسميه اختصار كلمه اكاونت ري ايفالويشن اكاونت. طبعا هنمسك اول حاجه الايه هنعمل تي اكاونت اهي اللي ظاهر عند حضرتك على الشاشه. هنبتدي بالبيلدينج. البيلدنج عندك هنا او عموما مش شرط نبتدي بالبيلدنج. هنشوف هنا الري ايفالويشن التيبل اللي موجود عند سيادتك في المساله هنمشي مع بعض ستيب باي ستيب. اللاند عندك كانت كام؟
ها اللي حصل، الزيادة اللي حصلت. طبعا احنا هناخد طبعا الشغل اللي حصل هنا، اللاند حصل معاك عندك بروفيت بكام؟ ب 30,000 صح؟ الفرق اللي حصل ما بين الايه، ما بين الري ايفالويشن اللي حصلت اللي عند حضرتك، اللي حضرتك عملتها من خلال الري ايفالويشن، طلع البروفيت كام؟ 30,000 اهي، 30,000. طبعا ليه حطيناه في الكريدت؟ عندك من ضمن احد الرولز ان حضرتك تبقى عارف بالنسبه للري ايفالويشن اكونتس، الديبت ده بيبقى بيتحط في اللوس، والكريدت بروفيت. يعني اي حاجه هتقابلني كلمه هنا، هنا بروفيت وهنا لوس، البروفيت دايما دايما اساسا النيتشر بتاعها كريدت، وبالنسبه لللوس النيتشر بتاعها ديبت. فبالتالي طبعا سيادتك يبقى احنا نبقى عارفين اللوس، لما هتلاقي كلمه لوس يبقى النيتشر بتاعها هيتحط في الديبت، فبالتالي اي ارقام هتقابلني في اللوس هيتحط في الديبت، ونفس القصه بالنسبه للبروفيت النيتشر بتاعها في الكريدت، فاي رقم هيقابلني يتحط فين؟ في الكريدت. فبالتالي حضرتك لما هتعمل تي اكاونت خلاص بالنسبه للديبت والكريدت، طبعا هنا الرقم كام عند حضرتك ظاهر على الشاشه؟ اللاند، اللاند عندك في البروفيت، البروفيت طبعا معروف النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت؟ كريدت. كام الرقم؟ 30,000 اهي، حطينا ال 30,000 في الكريدت، طبعا كتبناها على انها ايه؟ لاند. اللي بعده بيلدينج، البيلدينج كام عندك؟ 9,000 في البروفيت ولا لوس؟ لوس، واللوس النيتشر بتاعها فين؟ في الديبت، ادي اهو 9,000 البيلدينج طبعا في الديبت. طيب اللي بعده عندك الانفنتوري، الانفنتوري طبعا محطوطه طبعا كامل الري ايفالويشن اللي حصلت كامل مبلغ 9,000 في البروفيت، والبروفيت النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت؟ كريدت. كامل مبلغ 9,000 اهي 9,000 انفنتوري. طبعا اللي بعدها، طبعا انفنتوري اللي بعدها دي خاصه بشركه مكه، وحضرتك انت بتعمل ري ايفالويشن اكونتس فور مين؟ فور ذا منهور كومباني. حضرتك ادي اهو التي اكونت، بنجمع التوتال هناخد المجموع الاكبر، طبعا هنا 30 بلس 9 39، والناحيه الثانيه 9، يبقى انهي الاكبر؟ طبعا هتودي طبعا هتنزل ال 39 طبعا في الناحيتين، وهتاخد الفرق ما بين ال 39 وال 9، كام الديفرنس؟ 30,000. ده الديفرنس، ده الاندنج بالانس بتاعت الري ايفالويشن اللي هو موجود عند سيادتك. يعني هو بيقول لسيادتك كده بالبلدي ان انت كان انت كنت كسبان كام؟ 39، خلاص خسرت كام منهم؟ 9,000، فتبقى معاك كام؟ 30,000. ده الاندنج ايه؟ ده الاندنج بالانس. يبقى هو بيقول لسيادتك الري ايفالويشن توتال اندنج بالانس بيحقق لي ويز بروفيت باي كام؟ 30,000 ايجيبشن باوندز فور ذا كمباني. يبقى حضرتك لما جيت عملت الري ايفالويشن يبقى التوتال اندنج بالانس ويز بروفيت، طبعا ان البروفيت كان اعلى، ذا بروفيت اعلى مور ذان ذا لوس، فبالتالي يبقى الفرق اللي حصل ده يعتبر بروفيت ويز بروفيت باي 30,000 ايجيبشن باوندز فور ذا كمباني. طيب بعد كده الخطوه اللي بعديها حضرتك بتعمل الايه؟ التي اكونت اللي هي خاصه الكاش او البنك، خلاص ديبت والكريدت ماشي. بس طبعا انت حضرتك هتعمل تي اكونت كده وفي حاجه هتكتبها، وبعد كده هنعمل عليها ستوب، وبعد كده نعمل الخطوه اللي بعديها، عشان الخطوه اللي بعديها مهمه، ان البيانات اللي هتطلع من الخطوه اللي بعديها هنرجع تاني للكاش اكونت. طبعا الكاش اكونت بتعمل تي اكونت، طبعا عايز اشوف انت عندك الكاش في شركه دمنهور كام الكاش عندك؟ اهو نبص على دمنهور، في كاش عندك، اه ظاهر عند حضرتك الكاش، الكاش عندك كام؟ 75,000 ايجيبشن باوندز. الكاش اساسا في الاسيتس، والاسيتس اساسا النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت؟ ديبت. طبعا ايه ظاهر عند حضرتك اهي، اهي حطيناها في الكاش في الديبت، طبعا كامل مبلغ 75,000 طبعا، ونكتب ايه على انها بيجيننج بالانس، البالانس بتاعك، الرصيد بتاعك اللي فيه موجود دلوقتي 75,000 باي كاش ان ديبت. طبعا ليه ان ديبت؟ عشان هو اساسا الكاش النيتشر بتاعها ايه في الاساس؟ ديبت. تمام لحد كده، وحضرتك هتعمل ستوب. يبقى احنا كده لحد كده وهنعمل ايه؟ ستوب. بقيه الخطوات التانيه طبعا مش هنعرف نستخدمها الا من خلال الاكونت اللي بعده. حضرتك هتعمل اكونت تاني، هتعمل اونرز ايكوتي اكونت. الاونرز ايكوتي اكونت طبعا حضرتك بتعمل تي اكونت، عباره عن ان انت بتعمل ثلاث خانات على ايدك اليمين، على اليمين 3 كولم، وبتعمل سي انذر 3 كولم من الخانه الايه الشمال. طبعا انت عندك بالنسبه للبارتنر، بالنسبه لدمنهور كومباني عندك يو هاف تو بارتنر اي وبي، يبقى حضرتك هتقول اي وبي واي وبي، وبتكتب هنا ايتمز، طبعا هنا ايه نكتبها ايتمز، وهنا الناحيه الثانيه ايه؟ الناحية التانية برضو نكتبها على انها ايه؟ items. تمام؟ طيب اول حاجة طبعا هنشوف دلوقتي عند حضرتك الاونر ايكوتي. هو الاونر ايكوتي اصلا كل واحد فيهم كان داخل بكام الاونر ايكوتي؟ الكابيتال بتاعه
كان واحد الـ A كان داخل بكام؟ ب 90,000 وـ B كان بكام؟ ب 60,000. طبعًا في الكريدت عشان هي أساسًا الكابيتال أهي محطوطة أساسًا الـ Owner's Equity، النيتشر بتاعها بيتحط فين؟ في الكريدت. فطبعًا أهي عند حضرتك على الشاشة بنكتب أهو الـ 90,000 والـ 60,000 وبنكتب على إنها beginning إيه؟ beginning balance. تمام؟ هنا طبعًا في مفروض هنا نصغرها شوية علشان هم دول تبع اللي فوق. دقيقة واحدة دقيقة واحدة عشان نبقى مع بعض اهي، حتى اعملها بالبولد. تمام اهي ال beginning balance، ده ال beginning balance عند حضرتك اللي هي خاصة بال 90,000 وال 60,000 بتاع A و B. تمام بتاع A و B. طبعا حضرتك انت عندك A و B طبعا الكابيتال بتاع كل واحد فيهم داخل بكام؟ الاولاني داخل ب 90,000 وB داخل بكام؟ ب 60,000. اهي 90,000 وطبعا اللي بعدها ب 60 ايه؟ ب 60,000. طيب اللي بعده بقى الريسيرف، ندخل بقى الايتيمز اللي بعده، ندخل الايتيمز اللي بعده الريسيرف. الريسيرف كام عندك؟ ها الريسيرف عندك، الريسيرف عند سيادتك مكتوب 35,000، مكتوب عند سيادتك بكام؟ ب 35,000. ب 30 كام؟ ب 35 ايه؟ ب 35,000. هو بقى بيقول لي سيادتك هنا بالنسبة للريسيرف ب 35,000 عايزين يتوزعوا بقى بالنسبة للكابيتال عندك A و B. تمام؟ هو بيقول لك المبلغ عند سيادتك بالنسبة للريسيرف الاحتياطيات بكام؟ ب 35,000. عايزين يتوزعوا على A و B. هيتوزعوا ازاي؟ بنسبة كام أساسا؟ النسبة اللي حضرتك اوريدي اللي أنت طلعتها من شوية في نمبر 2 بالنسبة لل percentage of partners in owners equity A و B. إيه المفروض كان يتاخد بنسبة كام؟ 3 over 5 والتانية 2 over 5. والريسيرف كام أساسا عندك؟ يبقى هو بيقول لسيادتك إن الـ owners equity بتاع شركة دمنهور مكة، سوري دمنهور كومباني اللي موجود عند سيادتك الايتيمز اللي هو ظاهر عند حضرتك الكابيتال والريسيرف ده هيتحط في الاونرز ايكوتي اكاونت. يبقى حضرتك لما هتيجي تعمل الاونرز ايكوتي اكاونت هننقل اول حاجه الكابيتال بتاع A و B. A كام؟ ب 90,000 وB بكام؟ ب 60,000. طبعا ادي اهو ال A ب 90,000 وB ب 60,000. بعد كده هو بيقول لسيادتك الريسيرف عندك هنا الريسيرف كام؟ الريسيرف عندك 35,000. عايزين نوزعهم على A و B. هنوزعهم على A و B ازاي؟ من خلال الريشيو البرسنتج اللي حضرتك طلعتهم A و B. A كانت كام؟ 3 over 5 و B 2 over 5. يبقى حضرتك عشان نبتدي نوزعهم يبقى هتاخد ايه بقى هو الريسيرف؟ يبقى هنطلعها ازاي؟ يبقى هتاخد 35,000 اهي 35,000 multiply 3 over 5 هيطلع كام؟ 21. طيب اللي بعده 35,000 multiply 2 over 5 يطلع كام؟ 14,000. يبقى كده 35,000 اتوزعوا. ايه طبعا نصيبه كام؟ ايه هيكون نصيبه من الريسيرف 21,000 وبي هيكون نصيبه كام؟ 14,000. وبعد كده الخطوه اللي بعديها بتاخد الري ايفالويشن اكاونت. كام المبلغ اللي اتبقى معاك في الري ايفالويشن؟ 30,000. عايزين نوزعهم على A وB. هنوزعهم ازاي؟ البرسنتج اي البرسنتج اللي حضرتك نفس الكلام اللي عملتها في الريزيرف كام؟ 3 over 5 و 2 over 5. يبقى ايه؟ يبقى 30,000 هيتوزعوا. يبقى نصيب ايه هيكون كام ونصيب بي؟ هيبقى 30,000 multiply 3 over 5 هيطلع كام؟ 18,000. والتانية 30,000 multiply 2 over 5 هيطلع كام؟ 12,000. حضرتك هنجمع بقى، هنجمع الفيرست كولم هيطلع المجموع 129. هنوديه الناحية التانية 129. هنا طبعا قبل ما هناخد الفرق ما بينهم هنشوف الناحية التانية في ايه، في حاجات تانية خاصة بالاونرز ايكوتي هناخدها. عندك الحاجات اللي تبع الاونرز ايكوتي في عند حضرتك ظاهر بالنسبة لشركة دمنهور، في عندك current account ايه الفلوس عندك في حساب جاري خاص بايه كان بكام، current account for ايه ب 9000. طبعا في حاجه تانية، لا الاسيتس دي ما بيكونش تبع الايه، مش تبع الاونرز ايكوتي اكاونت اللي حضرتك هتعملها. فهو بيقول لك هنا في current account A ب 9000 في الديبت، هنحطها برضو ادي اهو current account بالنسبة لA كانت كام؟ 9000. B ما كانش فيه. فبالتالي طبعا ايه هنجمع
الايه هنشوف المجموع الاكبر وايه هننزله في الناحيتين، انهي الاكبر انهي المجموع الاكبر. طبعا المجموع الاكبر طبعا لو جمعت ال 90 بلس 21 بلس 18 هيطلع 129، هنوديه الناحيه الثانيه 129، يبقى الفرق كام ما بين ال 129 وال 9؟ هيطلع 100 ايه 120. ونفس القصه بالنسبه لبي، هنجمع دول هيطلع 80 ايه 86، هنوديه الناحيه الثانيه 86. طبعا هنا الفرق ما فيش، فهتكتب المبلغ زي ما هي 86، ده الديفرنس. طبعا هنوديها طبعا الناحيه الثانيه في الاندنج بالانس، الفرق ما بينهم ادي اهو ال 120 وال 88 وال 86. دلوقتي بقى السؤال اللي هو المفروض يطرح بذاته، حضرتك انت بعمل اونرز ايكويتي ليه؟ عشان اطلع دلوقتي الكابيتال الجديده، عايز اشوف هو اي وبي المفروض الكابيتال بتاعهم الجديد كل واحد يدخل بكام. هو قايل لك اساسا الكابيتال اساسا المفروض راس مال الشركه كانت كام اساسا بعد الاندماج افتر ذا ميرجنج 400,000، وهم هيتوزعوا على الاربعه، فكل واحد المفروض كل واحد يدخل بكام؟ ب 100، صح ولا لا؟ 100,000 ايجيبشن باوندز، فبالتالي يبقى المفروض ايه؟ هيدخل ب 100 ب 100,000 وبي بال 100,000. هنا بقى لما جه عملنا الاونرز ايكويتي اكونت طلع ايه؟ داخل بكام؟ 120، وبي داخل بكام؟ ب 86. فدلوقتي حضرتك انت محتاج تعمل ايه بقى في الحاله دي؟ انا بالنسبه لايه اللي طبعا هو المفروض هو معاه 120 والمفروض هو يدخل بكام؟ ب 100. فبالتالي حضرتك انا عايز اقلل، اعمل يو نيد تو ميك ذا ديكريز باي كاش، هقلل في الايه؟ هتعمل ديكريز باي كاش. ليه هقلل؟ ان هو اساسا ايه المفروض يدخل ب 100,000 وهو معاه كام؟ 120,000. فالفرق ما بينهم هنا في الحاله دي بقى هتعتبر ان انت عايز تقلل من الكاش، يو نيد تو ميك ذا ديكريز باي كاش بكام؟ ب 20,000. طبعا لما بيحصل معاك ديكريز، لما بتقلل في الكاش بيسمى عندك في الديبت، لما بتزود في الكاش بيسمى عندك فين؟ في الكريدت بالنسبه للاونرز ايكويتي اكونت. يبقى لما تيجي تقلل من الايه؟ من المبلغ، لما بتعمل ديكريز لما تقلل من الكاش بيسمى عندك فين؟ في الديبت، لما تزود في الكاش بيسمى عندك فين؟ في الكريدت. هنا في الحالة دي المفروض ايه يدخل بكام؟ ب 100,000، هو معاه كام؟ 120,000. يبقى كده معناه ان حضرتك محتاج تعمل ديكريز باي كاش بكام؟ ب 20,000. طب والتاني؟ ها؟ التاني معاه 86 والمفروض هو يدخل بكام؟ ب 100,000، فبالتالي انت محتاج ان انت تزود كام الفرق؟ 14,000 اللي هي باي ايه؟ باي كاش. يبقى حضرتك لما تيجي تجمع التوتال، ها؟ هنجمع التوتال ازاي بقى؟ لما تيجي تجمع التوتال هنا هناخد الايه المجموع الاكبر، هنا طبعا هنمسك الاول بايه، ايه كده طلع كام؟ 120، هوديه ناحيه طبعا هتنزله 120 في الايه لما تيجي بقى ترصد في الاخر، طبعا الناحيه الثانيه 120، الفرق كام بقى علشان في الاخر توصل ل 100؟ 120، هنشيل منها 20، هيتبقى معاك الديفرنس كام؟ 100. ده الاندنج بالانس، تمام كده. طيب هنا الناحيه الثانيه 86 و14، هنا هيبقى التوتال كام؟ 100، الديفرنس كام؟ 100. يبقى الناحيه الثانيه هتوديها ترجع لطبيعتها 100. يبقى كده معناه ان حضرتك انت بتعمل الاونرز ايكويتي اكونت علشان في الاخر ماشي بتطلع الايه ان هو المفروض A وB كل واحد فيهم يدخل بكام؟ ب 100، A يدخل ب 100,000 وB يدخل ب 100,000. هو في الاساس هو كان معاه كام؟ 120، حصل معاك ان انت قللت يو نيد تو ميك ذا ديكريز ماشي 20,000 باي كاش، وهنا بالنسبه لبي كان معاه 86,000، محتاج ان حضرتك يو نيد تو ميك ذا ديكريز اوف كاش بكام الديفرنس بتوين ذيم؟ 14,000. خلاص حضرتك كده انت عملت الاونرز ايكويتي اكونت. هنرجع بقى نعمل الكاش اكونت. الكاش اكونت طبعا هنشوف بقى المبلغ اللي ايه اللي حصل معاك في الانكريز والديكريز في الكاش. هنا في الحاله دي حصل معاك بالنسبه لايه؟ حصل معاك ان في بالنسبه لايه حصل ديكريز في الكاش بكام؟ ب 20,000. لما بيحصل معاك ديكريز في الكاش ب 20,000 طبعا هنا بيسمى عندك على انه ايه؟ في الكريدت. لما بيحصل ديكريز في الكاش بيسمى عندك في الكريدت، ولما بيحصل معاك انكريز في الكاش بيسمى عندك فين؟ في الديبت. ان من ضمن احد الرولز يا جماعه بالنسبه للكاش ان الكاش النيتشر اساسا في النيتشر بتاع الكاش اساسا ديبت. لما الكاش لما بيحصل له انكريز بيبقى ايه؟ في الديبت. لما الكاش لما بيحصل له ديكريز بتبقى ايه؟ في الكريدت. هنا بيقول لك الكاش حصل له انكريز ولا ديكريز؟ ديكريز. ديكريز بكام؟ ب 20,000. فالكاش لما بيحصل له ديكريز بيسمى عندك فين؟ في الكريدت. ولما الكاش بيحصل له انكريز بيسمى عندك فين؟
باي ديبت بكام؟ ب 14,000. طبعا هنجمع هنشوف انهي الاكبر. الاكبر طبعا 75 بلس 14 هيطلع 89، هتودي الناحيه الثانيه 89، يبقى الفرق ما بينهم الديفرنس بتوين زيم كام؟ 69,000. ده اللي يعتبر ده الاندنج بالانس، اللي يعتبر الرصيد دلوقتي في الكاش بالنسبه لشركه دمنهور، بالنسبه بعد لما هيبتدي بعمليه افتر ذا ميرجنج بالنسبه لدمنهور كمباني. النهارده هنقف لحد كده، علشان بعد كده المره الجايه ان شاء الله المحاضره الجايه هندخل على نفس الخطوات اللي حضرتك عملتها بالنسبه لدمنهور كومباني، بتكرر نفس الكلام تاني هتعملها لشركه مين؟ لشركه مكه. هتضطر ان انت تعمل ري ايفالويشن اكونت، هتعمل كاش اكونت، هتعمل اونرز ايكويتي اكونت، بس بدل ما هتبقى دمنهور كومباني هتبقى مكه كومباني، عشان في الاخر هتعمل الاوبننج بالانس شيت بتاع شركه مين؟ بتاع الشركه الجديده بتاع دي ام كومباني. تمام، ان شاء الله المحاضره اللي جايه باذن الله هنستكمل البروبلم دي، ان الكيس كبيره ماشي. طبعا باختصار طبعا لمده دقيقه بالظبط، حضرتك اتعملت ايه؟ اول خطوه جبت الكابيتال الجديده المفروض بعد عمليه الاندماج، كل واحد فيهم الكابيتال الجديده المفروض 400,000 هيتوزعوا على البارتنرز اللي موجود عند سيادتك. بعد كده الخطوه الثانيه بتجيب البرسنتج اوف بارتنرز ان اونرز ايكوتي. بعد كده الخطوه اللي بعديها بتجيب الري ايفالويشن، اكونت، سوري، بتعمل ري ايفالويشن تيبل. وبعد ما بتعمل الري ايفالويشن تيبل بقى في ثلاث حاجات مهمين لازم حضرتك بتعمل اكونت، تي اكونت، بتعمل ري ايفالويشن اكونت، بتعمل كاش اكونت، بعد كده بتعمل اونرز ايكويتي اكونت. نفس اللي حضرتك عملتها في دمنهور هتعملها في مكه. دمنهور انا عملت ري ايفالويشن اكونت، كاش اكونت، اونرز ايكويتي اكونت. بالنسبه لمكه هتعمل نفس الكلام، هتعمل ري ايفالويشن اكونت، هتعمل كاش اكونت، هتعمل اونرز ايكويتي اكونت، عشان في الاخر تطلع الاوبننج بالانس شيت بتاع دي ام كامباني. وشكرا.